بعد 100 عام كاملة تعود الألعاب الأولمبية إلى العاصمة الفرنسية باريس، واحتفالاً بهذه المناسبة سيحظى الرياضيون المتوجون بميداليات أولمبية في باريس بهدية ثمينة وذكرى لا تنسى. ميداليات أولمبياد باريس ستتزين بقطعة أصلية من برج إيفل الشهير، وشهد أشهر معلم في باريس العديد من عمليات التجديد، ونتج عن ذلك إزالة بعض العناصر الفولاذية وحفظها على مدار سنوات طويلة. لكن تلك القطع التي تمثل التاريخ الباريسي ستظهر مجدداً في أولمبياد 2024. تتوسط الميداليات وتحتفظ بلونها الأصلي، وتم نقش شعار ألعاب باريس 2024 عليها لتتلائم بشكل أنيق وسط الذهب والفضة والبرونز. الفائزون بميداليات أولمبياد 2024 سيضربون عصفورين بحجر واحد. الأول هو تسجيل أسمائهم في سجلات التاريخ الأولمبي، والثاني هو الحصول على ذكرى ثمينة من هذا البرج العريق. طارق بكير، سكاي نيوز عربية، باريس.